ده عباره عن رسم بالخرده. انا اصلا كنت بعمل رسمات فتره طويله، بس للاسف مبقاش في وقت دلوقتي انك تقدر تستثمر مده طويله في صناعه مجسم تقعد شهر فيه. ما عنديش للاسف الوقت ده قوي دلوقتي. لحد ما اقدر ارجع اعمل كده، حبيت طب ما لو انا عايز اتسلى واعمل رسومات برضو، ممكن بتيشيرت اسود بسيط تحطه على اي حاجه حواليك وانت قاعد تتفرج على التلفزيون، وبشويه خرده شوك سكاكين خله اسنان تطلع الشكل اللي انت عايزه. انا عملت باتمان، كان عجب الناس قوي الحمد لله. عملت شخصيات كتير، عملت فنان يحيى الفخراني، عملت له اكتر من رسمه بحبه جدا زي كل الناس يعني. بس مؤخرا كان في مسلسل بتاع بميت وش، عجبني طريقه عرض الشخصيات وان كل شخصيه فيها طريقه كوميدي مختلفه شويه. منهم عم سامح الضلالي كان جميل جدا، فهو وشه مميز قوي بشعره بحواجبه بشنبه، فحبيت ان انا ارسم رسمه تجيب شكله الى حد ما، واتمنى انها تكون يعني اكون وفقت في ان انا اجيب شبه شويه. انا بحاول ان الرسمه ما تاخدش اكتر من ربع ساعه لساعه، والا يبقى ما حققتش الهدف انها تكون حاجه سريعه. رسمه زي دي لا، هي ربع ساعه بتكون خلصت. بس في طبعا رسمات بتبقى معقده شويه وبقى فيها ادوات تانية كتير بقى، غطيان ازايز وقطره وحاجات زي كده. هي الفكره بس ان انت تتخيل ايه الاداه اللي هتقدر تستخدمها عشان لما تتحط في المكان تدي ايحاء بالصوره. رسمه الفنان يحيى الفخراني في كينج لير كانت صعبه شويه لان كان فيها تفاصيل كتير قوي، بس الحمد لله يعني كانت جميله الحمد لله. في كتير الحمد لله بيقدروا يميزوا الرسمه من قبل ما يشوفوا حتى الريفرنس اللي انا رسمته منه، ودي حاجه بتبسطني الحمد لله. فالحمد لله اظن انها يعني لحد كبير واضحه يعني. قريب ان شاء الله برضو في 100 وش عايز ارسم سبعه بقى، عجبني قوي الصراحه، ارسمه ان شاء الله.